بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب جزاء الصيد من الكتاب، وهو الكتاب 28 من الصحيح. كتاب جزاء الصيد، والمقصود بالصيد هو المصيد يعني، وفيه 27 بابا. معلوم أن المحرم يحرم عليه صيد البر كما نص القرآن، وكذلك لا يجوز صيد أي مصيد في حدود الحرم سواء كان حلال أو محرم. يبقى داخل الحرم الصيد حرام مطلقا للمحرم والغير المحرم، خارج نطاق الحرم لا يجوز للمحرم أن يصطاد، فقط صيد البر. لكن الحلال المحل يعني الذي لا غير متلبس بالإحرام له أن يصطاد، فإذا اصطاد له جزاء. بقى ايه هو الجزاء؟ هو ده ايه عنوان الباب، يعني ما يفعله ليكفر عنه هذه الخطيئة التي نهى الله عنها. باب قول الله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني وأنتم محرمين أو داخل حدود الحرم. يبقى وأنتم حرم هنا ايه؟ يعني محرمين سواء كنتم خارج الحرم أو داخله، أو أنتم غير محرمين في حدود الحرم. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. متعمدا، فدل على أن التعمد يدل على وجوب الجزاء. التعمد يعني إيه؟ ذاكر للإحرام محرم، وذكر لإحرامي وعالم بالتحريم ثم يفعل بعد ذلك، يبقى ده اسمه التعمد، يبقى كده وقع في الإثم وعليه الجزاء. ثم جاءت السنة وبينت أن المخطئ أيضا والجاهل والناسي عليه الجزاء ولكن لا إثم عليه. يبقى السنة بينت أن الآية تكلمت على المتعمد، لكن السنة بيّنت أن أيضا الخطأ، يعني لو اصطاد خطأ أو ناسيا أو جاهلا بالتحريم، يعني غير متعمد، يبقى وجب في حقه الجزاء ولا يأثم عند الله. فالجزاء واجب على كل حال. لماذا؟ لأن كل محظور فيه إتلاف لا يعذر فيه بالجهل والنسيان. كل محظور من محظورات الإحرام فيه إتلاف لا يعذر فيه الجهل ولا النسيان، إنما أي محظور من محظورات الإحرام فيه ترفه يعذر فيه الناسي والجاهل. يعني وضع طيب ناسيا أو جاهلا بالحكم وهو محرم، هنقول له ما تعملش كده تاني، وعلوش حاجة، اوعى تعمل كده تاني واستغفر الله وما تعملش كده، طب وعليه حاجة؟ ما علوش حاجة. لماذا؟ لأن وضع الطيب من الترفه. لكن لو قص ظفر ده اتلاف، لو قص شعر ده اتلاف، لو اصطاد ده اتلاف، لو قلع شجرة ده اتلاف. يبقى الحاجات اللي فيها اتلاف لا يعذر فيها بالجهل ولا النسيان، لكن الجهل والنسيان يجعله غير آثم بس، لكن عليه الجزاء. فهم؟ لكن المتعمد هو اللي عليه الاسم والجزاء أيضا.
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. مثل هذه المثلية، ذهب المالكية والشافعية إلى مثلية في الإيه، في الخلقة يعني، والأحناف قالوا مثلية في القيمة، يبقى المثلية هنا ذهب الأحناف إلى القيمة، والمالكية والشافعية ذهبوا إلى إيه، الخلقة. يعني مثلا إيه، اصطاد حمار وحشي، من حيث الخلقة كده الحمار الوحشي يشبه إيه، يشبه البقرة، يبقى يذبح بقرة. طب اصطاد نعامة، النعامة رقبتها طويلة، أو زرافة رقبتها طويلة، يبقى يذبح جمل لأنه رقبته طويلة زيها، فهمت؟ يبقى إيه، يبقى المثلية هنا قال المالكية والشافعية قالوا إيه، بالخلقة، الاعتبار بالخلقة، لكن الأحناف قالوا الاعتبار في القيمة، نشوف قيمتها قد إيه ويجيب بيها ما يعادل قيمتها. يعني النعامة دي قيمتها مثلا 5000 ريال، نشوف ال5000 ريال دي هتجيب جمل ولا هتجيب بقرة ولا هتجيب خروف، زي ما تجيب، ونجيبه ايه ويتبعها للحرم. فهمت؟ فهمت وجهة نظر الخلاف المذهبي في المادة دي. فجزاء مثل ما قتل من النعم، مين اللي هيحكم بالمثلية بقى ويقول ده يساوي ده وده يساوي ده وكده؟ مين؟ ذوي عدل منكم يحكم به ذوى عدل منكم، يعني من أهل الحرم، من أهل الحرم هم أدرى، يبقى علماء الحرم هم اللي هيقولوا لنا ده مثل ده وده مثل ده. يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يعني معناه يجيب مثله ويهديه للكعبة يذبح هناك في إيه، في مكة. أو طب افرض مفيش مثل أو ما عندوش إمكانية مال، يعمل إيه؟ أو كفارة طعام مساكين، أو هنا للتخيير، ولكن قالوا هي على الترتيب، وتكون للتخيير لو فقد المثلية مع القدرة، لو فقد المثلية مع القدرة. افرض قالوا لي ده يعدلها جمل، ولو بحثت عن الجمل ما لقيتش فيه جمل بتتباع، طب أعمل إيه؟ يبقى ايه، ألجأ للبديل، وهو ايه، اشوف انا ال5000 ريال دول هيجيبوا كم مد طعام، واجيب بيها طعام يعني تمر، ووزعه على ايه، على فقراء الحرم، كل مسكين مد، او فدية طعام مسكين. الاحناف قالوا كل مسكين نصف صاع يعني مدين، الاحناف يقول لك نديله وجبتين، وجبة الصبح وجبة بالليل، يبقى مد الصبح ومد بالليل، ده الأحناف. الشافعية قالوا والمالكية مد واحد كفاية، وجبة واحدة. أو كفارة طعام مساكين، من مساكين الحرم، مش أي مساكين، لازم مساكين الحرم. طيب معهوش الأموال دي، يوم إيه، أو عدل ذلك صياما، يشوف يا سيدي كل مد هيصوم له إيه يوم، كل مد، ولا يشترط بقى الصيام يبقى في الحرم، لما يرجع بلده براحته. فافرض ان هو عليه 50 مد يعدله، يبقى يعدله 50 يوم، 100 مد عليه 100 يوم، 300 مد عليه 300 يوم، 1000 مد عليه 1000 يوم. الشافعية رأيهم كده، وفي قول عند الحنابلة والأحناف انه لا يزيد عن 60 يوما. ليه؟ لان دي اقصى عقوبة في الصيام في الشرع الشريف، وهي 60 يوم، فما يزيدش عن 60. الشافعية قالوا لا، ده دي جريمة عظيمة كبيرة، وكذا المالكية، فلازم بعدد الأمداد عدد الأيام، ويقسمها إن شاء الله، يقعد كده يصوم بقى 10 سنين إن شاء الله، ما يجراش حاجة، عشان يحرم يعمل كده تاني. أو عدل ذلك صياما، عدل يعني مثل، عدل يعني مثل، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، دل على أنه أمر إيه؟ أمر جلل عند الله، من كبائر الإيه؟ الأمور، ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف. طب واللي استطوأ كده قبل الحكم عفى الله عنه،
يبقى ربنا لا يؤاخذ بما مضى قبل التحريم، يبقى عفى الله عما سلف، أي ما فعلته من صيد قبل معرفتكم هذا الحكم معفو عنه، عفى الله عما سلف يعني عما مضى. ومن عاد يعني بعد النهي فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسائر. صيد البحر وما لا يعيش إلا في البحر، إنما افرض بر مائي يبقى ما ينفعش تصطاد بر، لأنه اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام. إذا اختلط الحلال بالحرام إيه القاعدة؟ غلب الحرام. حيوان بيعيش في الماء وبيعيش في البر يبقى يحرم برضو صيده، ليه؟ لأن صيد البر حرام، فإن اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام. لكن اللي يحل صيده إيه؟ هو الذي لا يعيش إلا في البحر، في الماء يعني. والبحر هنا المقصود به كل ماء سواء كان عذب أو ملح. وأحل لكم صيد البحر وطعامه، طعامه اللي هو إيه؟ يعني ما قذفه. في حاجة تصطادها وفي حاجة بيقذفها الماء ميتة على الشط، ده طعامه، فهمت؟ يبقى الصيد اللي أنا اصطادته وطعامه اللي هو ما قذفه البحر من إيه؟ من ميت، لأن ميتة البحر إيه؟ حلال. متاعا لكم يعني يا محرمين، وللسيارة يعني وللسائرين غير المحرمين. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يبقى جاب لك عمدة الايه؟ الكتاب كله، كتاب جزاء الصيد عمدته ايه؟ هذه الآية، ثم يأتي بعد ذلك بالأحاديث. يبقى هذه الآية هي عمدة الكتاب، كتاب جزاء الصيد عمدته يعني ايه؟ يعني ما يعتمد عليه الباب. باب: اذا صاد الحلال فاهدى للمحرم الصيد اكله. طيب احنا قلنا المحرم ما يصطادش، طب افرض ان انا مش محرم واصطدت ولقيت جماعة محرمين لهم ياكلوا منه، واضح؟ ولهم ان يشتروا منه كمان. افرض ان انا بصطاد وببيع وهم معديين على راجل بيصطاد وبيبيع، يشتروا منه ما يجراش حاجه، واضح؟ لكن لو هو اصطاد الصيد لهم من اجلهم هنا يحرم انه ياكلوا، او عاونوه على الصيد يبقى يحرم ان ياكلوا، او اشاروا اليه حتى بس، يعني شافوا غزاله بتجري كده شاوروا له كده بس وهم محرمين، فما هو جري اصطاد الغزاله ما ياكلوهاش لأنهم يبقى أشاروا إليه، فهمت؟ باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله، ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا وهو غير الصيد، نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل. يعني سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا أنس بن مالك وما عليه الجمهور إن المحرم له أن يذبح، يذبح شاة ويأكلها، يذبح بقرة ويأكلها، لأن الذبح ليس بصيد. يقال: عدل ذلك مثل، يعني العدل كلمة عدل يعني مثل، فإذا كسرت عدل فهو زنا. يعني ما نقول عدل يبقى وزن، وعدل مثل، يبقى عدل يعني مثل وإيه وعدل وزن مقدار يعني، فهو زنته ذلك قياما قواما. جعل الله الكعبة البيت الحرام إيه؟ قياما للناس. قياما أي قواما، يعني جعله إيه؟ يعني يقوم على رعاية الناس بحماية الكعبة وبعدم حل الصيد، وبأن كل جزاء وإتلاف يأتي إلى الكعبة ليأكل منه أهل إيه؟ أهل هذا المكان، كأن الله قائم على رعايتهم وحفظهم وحرمتهم وحرمة مكانهم. يعدلون يجعلون عدلا، بل الذين كفروا بربهم إيه؟
يعدلون، في سورة الأنعام في أولها. يعدلون يعني إيه؟ يجعلون عدلا، يعني يجعلون لله مثلا. يبقى بل الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني إيه؟ يعني يجعلون له عدلا يعني مثلا، والله لا مثل له، ليس كمثله شيء سبحانه. وعن أبي قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن الحديبية أرسل أبي قتادة ناحية الساحل وهو أحرم بالصحابة مع مجموعة علشان يطمئن ان الطريق لا يوجد اعداء متربصة بالمسلمين في الطريق، زي ما تقول كده سرية حراسة. فابي قتادة ما كانش محرم. انطلق ابي اللي هو ابي قتادة عام الحديبية فاحرم اصحابه ولم يحرم، لانه كان في مهمة النبي بعثه فيها. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزو، عشان سبب إرسال أبي قتادة إيه للمكان البعيد ده، إن حدث النبي جاله خبر إن في عدو سوف يغزوهم، فعايز يستطلع الخبر أو يستأمن الطريق. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما أنا مع أصحابه، أنا اللي هو مين؟ أبو قتادة هو الراوي بقى، فقول فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش. يعني إيه؟ الصحابة المحرمين شافوا حمار وحشي فضحكوا، يعني بنبقى مش محرمين مش لاقيين، وبقينا محرمين يجيلنا زي بالظبط إيه؟ تأتيهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتي. فلما ربنا حرم عليهم الصيد بقى الصيد يجري قدامهم هم محرمين، عشان ربنا يختبرهم بقى. هم علشان كده ضحكوا، قالوا بقى احنا بنبقى مش محرمين وقاعدين بالشهور ما يعديش علينا حمار وحش خالص، والوقت واحنا محرمين يعدي كده اهو حاجه سبحان الله. فايه المهم ابي قتاده بص عليهم لقاهم بيضحكوا، فبص لقى الحمار جري عليه مش محرم اصطاده جابه، فاهم؟ فنظرت فاذا انا بحمار وحشي، يسموها اذا الفجائيه، يسموها ايه؟ اذا يعني فوجئت يعني. فإذا أنا بحمار وحشي وحش، فحملت عليه فطعنته فأثبته، أثبت يعني إيه؟ يعني أوقفته في مكان. واستعنت بهم فأبوا، يعني وهو إيه؟ وهو رايح يصطادوا قال لهم إيه؟ ناولوني الرمح أو ناولوني السهم. قالوا لا، ما رضوش يعاونوه لأنه حرام عليهم الصيد، يبقى يحرم عليهم معاونة من يصطاد. فأثبته واستعنت بهم، يعني طلبت عونهم، يعني استعنت بهم يبقى مشرك. ده هنا بقى الوهابية يعني يعملوا لنا مشكلة، يبقى واحد من الصحابة بيستعين بغير الله نعوذ بالله، يبقى دول مش فاهمين حاجة خالص، لأن هنا طلب العون من العبد مطلوب. وايه واخد بالك ازاي؟ ده من باب طلب الأسباب، الأخذ بالأسباب، هذا ليس شركا ولكن هذا أخذا بالأسباب، فهمت؟ واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمه. المهم هم كانوا قالوا إيه؟ لا إحنا ساعدناه ولا إحنا شاورنا له ولا إحنا عملنا، هو اصطاده، يبقى لما اصطاده إحنا ناكل منه خلاص، إحنا ما عملناش حاجة، فهمت؟ فأكلوا منه. فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع. قعدوا طبعا على ما اصطاده وقعدوا يسلخوا الحمار وقعدوا يشووا في الحمار، طال بهم الوقت والنبي ماشي، خافوا لحسن ايه النبي يسبقهم ويبقى هم مقطوعين يقوم يستفرد بهم الاعداء يقتلوه، خافوا ان يقتطعوا، يعني ايه؟ يعني يقتطعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخشينا يعني خفنا ان نقتطع، يعني نقتطع عن ايه؟ عن بقية المسلمين وعن ايه؟ وعن النبي وجموع الصحابة معه، فينفرد بنا الأعداء. فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا،
طلب النبي يعني ايه؟ عايز يرجع بقى يحصل النبي. ارفع فرسي شأوا يعني يجري الفرس جامد، وايه واسيره شأوا، واحيانا اهدي له السير شوي، عايز يحصل مكان النبي. فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، قلت اين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تركته بتعهن، مكان اسمه تعهن، وهو قائل السقيا، يعني هو ناوي يستريح في مكان اسمه السقيا. يبقى هو شافه في حته اسمها تعهن، والنبي مستمر ناوي يستريح في حته اسمها ايه؟ السقيا، يقيل فيها، وهو قائل السقيا. فقلت يا رسول الله ان اهلك يقرؤون عليك السلام ورحمه الله، انهم قد خشوا ان يقتطعوا دونك، فانتظرهم. هو حصله بقى ابي قتاده وقال له انتظر هنا يا رسول الله لحد ما يجي المجموعه. قلت يا رسول الله اصبت حمار وحش وعندي منه فاضله. فقال للقوم كلوا وهم محرمون. باب اذا راى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال. يبقى لو ضحكوا وفطن الحلال يبقى ما عاونوهوش، لم يعاونوه، هم ضحكوا لكن لم يشيروا اليه. هو بقى ايه لما لقاهم بيضحكوا، بيشوفهم بيضحكوا لايه، فبص لقاهم بيضحكوا عشان في حمار وحش، يبقى فطن لضحكه، لكن هم لم يشيروا له، يبقى معناه انه يجوز لهم ان ياكلوا منه لانهم لو يعاونوه. وعن ابي قال حدثنا، ففطن الحلال هنا فطن يعني انتبه، انتبه الحلال يعني غير المحرم. وعن ابي قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة ان اباه حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، عام الحديبية اللي هو كانت سنة 6 هجري، فاحرم اصحابه ولم احرم، فانبئنا بعدو بغيقة، غيقة الموضع، الموضع اللي قالوا ايه ان العدو هيجي فيه، فتوجهنا نحوهم فبصر اصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك الى بعض، فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فاثبته فاستعنتهم فابوا ان يعينوني فاكلنا منه، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه واله وسلم وخشينا ان نقتطع ارفع فرسي شأوا واسير عليه شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، فقلت اين تركت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ فقال تركته بتعهن وهو قائل السقيا، يعني حيقيل في مكان اسمه السقيا. فلحقت برسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى اتيته، فقلت يا رسول الله ان اصحابك ارسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمه الله وبركاته، وانهم قد خشوا ان يقتطعهم العدو دونك، فانظرهم، انظرهم يعني انتظرهم. ففعل، فقلت يا رسول الله ان اصطدنا حمار وحش، يعني اصطدنا، بس لما حذف الطاء شدد الصاد، هي الصدنا يعني اصطدنا، فلما حذف الطاء ايه شدد الصاد. ان اصطدنا حمار وحش وان عندنا فاضله، يعني بقيه منه يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه كلوا وهم محرمون. باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. وعنه به قال حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد نافع مولى أبي قتادة أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاث، يعني ثلاث إيه مراحل كده، حا اللي يتحول إسناد، قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن أبي محمد عن أبي قتادة رضي الله عنه
قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقاحة، ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا، فنظرت فإذا حمار وحش يعني وقع صوته، فقالوا لا نعينك عليه بشيء إن محرمون، فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته، فأتيت به أصحابي. عقره يعني إيه؟ يعني جرحه إيه؟ في غير موضع تزكية، في موضع زكاة، لأن العقر من وسائل تزكية غير المقدور عليه، لأن المقدور عليه تزكيته بالنحر والذبح، وغير المقدور عليه تزكيته بالعقر، وهو انك تجرحه في اي موضع من جسمه، فان ادركته وفيه حياه مستقره وجب ذبحه، وان ادركته وليس فيه حياه مستقره حل اكله. فهمت؟ فعقرته فاتيت به اصحابي، فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تاكلوا، فاتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو امامنا، فسالته فقال كلوه حلال. قال لنا عمر اذهبوا إلى صالح فسلوه عن هذا وغيره، وقدم علينا هاهنا. باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. وعن أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان هو ابن موهب قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه، هي في الحديبية عمرة، ايه حجا دي؟ لان عادة العرب تقول على العمرة حج برضو، فهمت ازاي؟ على لغة العرب توسعا، لكننا مش كانتش حجة، ده كان في الحديبية. يبقى نعرف عادة العرب في الرواية علشان ما نقولش ده في اضطراب في الرواية، مرة يقولك في الحديبية ومرة يقولك حجا، لا ده هي ده. احنا حتى المصريين لحد دلوقتي يقول لك يا رب تحج وانت رايح تعمل عمره في رمضان، يقول لك انت رايح تحج. فهمت ليه؟ لان بيعتبروا انه مجرد الذهاب هناك حج كلمه متوسعه تشمل الحج والعمره. فهمت بقى؟ خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفه منهم فيهم ابو قتاده فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال للطائفة امشوا انتوا في الساحل علشان تراقبوا الاعداء، واحنا هنمشي في طريق اخر ونلتقي بعد كده في المكان الفلاني. فيهم ابو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فاخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابو قتادة لم يحرم، لانه مشغول في فيما ارسله الرسول له. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، يعني مجموعة حمير مش حمر واحد، حمر وحش مجموعة، فحمل أبو قتادة على الحمر، يعني يعني حمل عليهم يعني هجم عليهم، يبقى حمل عليها يعني يعني هجم عليها، فعقر منها أتانا، والأتان أنثى الحمار، الأتان أنثى الحمار، فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها، وقال أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ بعد ما كلوا سألوا نفسهم نأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها. قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها، يعني لم تعينوا. باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل، يعني واحد اصطاد الحمار الوحشي، واخد بالك ازاي، واهدى لي، يعني اصطاده علشان
علشان يهديه للمحرم، يبقى انا صاد من اجله ما يقبلوش. فهمت؟ وعن ابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان مواضع في الطريق، فرده عليه، فلما راى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم، لانه كان ايه صاده لاجل ان يعطيه للنبي، والنبي كان محرم، فمن اصطاد لاجل محرم لا ياكل المحرم له، لكن لو اصطاد لنفسه ثم ايه جاء المحرم له ان ياكل منه. باب ما يقتل المحرم من الدواب. وعن ابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، يعني يباح للمحرم انه يقتلهم. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول حدثتني احدى نسوه النبي صلى الله عليه واله وسلم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم يقتل المحرم. وعن ابي قال حدثنا اصبغ قال اخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن. الغراب، أول واحد الغراب الأبقع، لأن الغراب مؤذي. الغراب تبقى مسافر العربي وراكب الجمل، يجي الغراب يروح ناقر الجمل في عينه يوم يعميه، ده مؤذي بقى. فهمت؟ فعلشان كده الرسول ايه اي طائر مؤذي يصطاده على طول يقتله عشان يكف اذاه. اول حاجه الغراب والحدقه، والحدقه نفس الحكايه برضو تخطف تخطف وتعور. والحدقه وقاسوا على الحدقه ايه الصقر والبازي والحاجات دي، وبعض العلماء قال لك لا نكتفي بما ذكره النبي بس سماه ولا نقيس عليها. فهمت؟ يعني بعض العلماء قالوا لا هي الحدقه والغراب وما اصطادش البازي ولا الصقر ولا النسر ولا، لان دي كلها طيور جرح. قال لك لا النبي ما نصش عليها من نص. بعض العلماء قال لك لا يقاس عليه كل ضار. واضح؟ والفاره، وايضا الفاره لانها برضو ايه سماها النبي الفويسقه، لانها ممكن ايه تيجي وهم مستريحين بالليل وبيطبخوا وعاملين نار، تيجي الفارة من دول تعدي على النار تقوم يشبك النار في ديلها وتجري في وسط الركب تحرق الركب كله. فخطيرة الفأرة دي، خطيرة، فعلشان كده ايه نقتلها. لكن يا اخي الامريكان في توم اند جيري يخلوا الفأرة ايه هي الاحلى، ها، ويخلوا القطة اللي هي من الطوافين علينا والطوافات هي الغبية وهي اللي ايه تاخد المقالب كلها. يعني بيعكسوا الفطر، شفت ازاي؟ من خلال حتى الاطفال وهم صغيرين يريدوا دجاجلة دجل. فكل اللي بيتفرج ايه مبسوط من الفار وزعلان من القطة في توم اند جيري، مش كده برضو؟ واحنا ايه واحنا كمسلمين ايه فرحانين بالقطة وزعلانين من الفار، يوم هم يعكسوا الايه الفطر. فخد بالك من الحاجات دي لان احنا في زمن دجالين. يبقى اول ايه واحد الغراب والحدقه والفاره والعقرب. العقرب لانها سامه، وقاسوا على العقرب ايه الحيه كل سام، وان كان الحيه برضو ايه جاء في حديث نص بالحيه. والكلب العقور، كلب العقور كل حيوان مفترس، سواء بقى كان كلب بيهوهو عقور يعني يعض ايه ويجرح، او كان نمر او كان اسد أو كان ذئب أو كان سلعوة، أي بقى حيوان إيه؟ لكن الثعلب لا، الثعلب مش يخاف، الثعلب يجري. فهمت ازاي؟ الثعلب بيجري مش، والضبع يجري لكن الفهد لا.
فهد يهجم، يبقى الفهد والنمر والأسد والذئب والسلعوة وإيه والكلب العقور اللي هو الكلب اللي إيه اللي عنده سعار، كل دول يقتلوا ليه؟ لأقل الضرر. وعن أبي قال، وفي أحاديث تانية الوزغ كمان، الوزغ اللي هو إيه البرص برضه يقتل، في أحاديث تانية ذكرت الوزغ. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلهن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وعن أبي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه، هيبقى عبد الله بن مسعود ده، قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنن إذ نزل عليه والمرسلات وإنه ليتلوها، سورة المرسلات يعني، وإني لأتلقاها من فيه، يعني أحفظها من فم النبي، وإن فاه لرطب بها، يعني لسه بإيه بيقرأ بها، إذ وثبت علينا حية، جت حية علينا وهم جوه الحرم، منى من الحرم، منى دي من الحرم، إذ وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فابتدرناها فذهبت هربت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها، خلاص. وعن أبي قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: فويسق، ولم أسمعه أمر بقتله، هي ما سمعتوش لكن النبي أمر بقتله، هي بتنفي سماعها ولا تنفي إيه مشروعية قتله. ونقف على باب لا يعضد شجر الحرم غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.